قصة كده خطيرة شوية. جراح من أصدقائي كان بيكشف على عيان، والعيان ده كان عنده ألم في الرقبة، فبيكشف على فقرة في رقبته وبيدوس عليها وبيلفها كده. المهم الفقرة لفت غلط، وبعد ما لفت غلط يا سيد الناس، الفقرة دي ما بقتش عارفة تتحرك تاني يمين وشمال كويس، وحصل التهاب في ساعتها وقفش في العضلات جامد، ومش عارف ايه. طيب راح الجراح كونر، راح رفع عليا سماعة التليفون، قال لي ازيك يا دكتور، انا وانا بكشف حصل مني خطأ، احنا كلنا بني ادمين وبنخطأ، حصل مني خطأ، والعيان رقبته ما بقتش تتحرك كويس لا يمين ولا شمال اثناء الكشف، حصل خطأ من جراح ماشي. فده احنا مش معصومين من الخطأ، واحنا كدكاترة احنا مش معصومين من الخطأ. الراجل مشكورا راح مكلمني، كلمني وقال لي بعد اذنك يا دكتور الحالة اللي هو الراجل ده هيجي لحضرتك، وحضرتك هتعمل له الجلسات بتاعته، وفي نهاية الجلسات واما يرجع سليم تماما انا متكفل بكل الجلسات والكشف اللي حضرتك هتعمله، والعلاج كله على حسابي انا الشخصي، على حساب الدكتور يعني اللي بيكلمني. فقلت له شكرا ليك. طيب انا طالع بحكي القصة دي ليه؟ انا بتكلم ان احنا كلنا دارسين، ويعني كل الدكاتره دارسين وشهادات قد كده وماجستير ودكتوراه وتحضير بره ودراسه بره مصر وجوه مصر وحاجه يعني منتهى الصعوبه، وبنغلط مع العيان وبنعمل وممكن نعمل له اصابه واحنا شغالين ماشي. فتخيل بقى اللي مش دارس، يا جماعه اتاكدوا بتروحوا تحجزوا مع مين وبتتعالجوا مع مين بعد إذنكم، دكاترة بتغلط، الشهادات بتغلط، بنغلط ودارسين جدا، وكل ما بندرس أكتر وكل ما بنمارس أكتر نسبة الخطأ بتقل، بس ممكن تحصل. فتخيل واحد بيقول لواحد صاحبه تعالى يا صاحبي اتفرج كده، بص على التكنيك ده على اليوتيوب وحاول تقلده لي أو تعمله لي، او بقول لك ارفعني كده وطقطقني كده ومش عارف ايه عشان ظهري يقفش، او دوستي على الحته دي عشان مش ازاي ازاي بجد يعني بجد الكلام ده خطر جدا. ابوس ايديكو، المواضيع دي مش لعبه ماشي. الفقرات دي ما بينها اعصاب خطيره جدا، وبتغذي اعضاء مهمه جدا وعضلات مهمه جدا وجلد وبلاوي، يعني خلوا بالكم بليز. الف سلامه.